السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا قلت لكم بمقطع لقطات اسطوريه فزعات لي والاخي سليمان، كمان هو فزع لي وانا فزعت لهم، بس لقطه حلوه ان شاء الله تعجبكم. لا تنسوا زر اللايك، واترككم للفيديو ومشاهده ممتعه. صوت بس لين. بيهنجر هو ما عنده دم بس. ما عنده ولا كمل يلا انا كمل والله ما عندي دم. في واحد عندي بالهنجر، انا بش عليه. طيب انا ببحث مع حسين معروف عن دم له. يا عمي تيم كامل، لجي تيم كامل، لجي روح من قهر حجي خوي. ايوه خواف على خالد جاب العيد. لا والله رجع، تعال حسن، هذا دم ولك كان هدف تيم باكستاني الخير. يخرب بيتهم كم برجية يا اخي، يرمون علي باكستاني تيم باكستاني خرب يخرب بيتهم خرا. نايس، فنش هذا الكلب. وين حسوني؟ What the fuck? Headshot. كله headshot. خذ بالك. Headshot على طول. عندي بشو عندي من هذا الجهة. Enemies ahead. يا علي مكي، الله أكبر. الثالث طب وقفوا، ليش هرب؟ ليش ما بش؟ اكيد صاحبه كان بيصيح. طيب كلهم ولا كيف؟ شوف عليك. لا مش اسطوره. مستحيل يا ربي، والله جبته مستحيل. صوبتها لك ده كله يبيع قدر نص الحاجة برضه. قم بلا هنا. طيب، تعال. وحش. يا اخي ابو علي عندي اختفت حق المعالجة، ما رد.
هو حظي يسوي. يلا يلا خلينا نسوي بيض. وينه؟ اعطيني علاقات. ايش ذا بشوره؟ انا دينك والدين اللي خلفك أمانة معك لقطات أسطورية ده برسل لك إيه برسل لك إيه It's black and white